هلو فنزادي يلي أخد هلو فنزاتي يلي أغلى من خالاتي. محدش يسأل ايه الشكل، ايه الشكل ده، عشان ده بيبقى شكل في الشتاء عادي جدا يعني، وشكلنا كلنا في الشتاء. محدش بيقعد بهدوم خروج في البيت، ده معروفة. الساعة 2:30 بالليل وأنا قررت إني هطبق. أنا قررت إني هطبق، ودلوقتي أنا هقعد أذاكر، هحفظ كلمة انجليزي عشان عندي بكرة درس انجليزي وفي تسميع، فلازم اقعد احفظ. وبعد كده هرسم، بعد كده هقرأ، هعمل اي حاجة، المهم ان انا ما نمشي عشان كده الدنيا هتبوظ مني اكتر. خليكم معايا. المغازي سبت جديد والنهارده السبت فعلا. يا رب يكون سعيد وممتاز على قلوبكم وارواحكم الناضجه البريئه. ان شاء الله يبقى السبت كويس. فيديو النهارده مختلف. ابديت سريع يا جماعه. الساعه 7 وانا لسه صاحيه. صراحة انا مطبقتش الصراحة ولسه صاحية، فانا الساعة 3:30 كده بعد ما خلصت مذاكرة انا قررت ان انا مش قادرة خلاص، قلت يا هنام ساعة كده وهقوم، فجأة لقيتني لسه صاحية. ايوه انا على السرير اهو. ف مش هنام بقى برضو، ان انا نعسانة شوية، بس انا كده هكمل بقى لحد بالليل واجي انام على الساعة 10 ولا حاجة. هقعد بقى افطر دلوقتي، بعد كده راجع، بعد كده بقى هبدأ ألبس عشان الدرس 1:30 يعني. بس هقعد أتفرج على المسلسل مع ماما وأخويا، فبس كده أشوفكوا في أبديت جديد. جونايدن الكداشلرم. الصبح أوي يا جماعة، يعني بجد بحب ساعة الصبحية دي اللي هي الساعة 7 6 8. ابتداء من 9 بقى بتحس الدنيا بدأت تصحى، ف انا بحب الوقت اللي الناس كلها بتبقى فيه نايمه ده. ف صباح الخير فنزاتي يلي اغلى من خلاجاتي. جماعه اللي يعرف المقوله دي متالف اني مسلسل يكتب لي تحت في الكومنتات. نفطر.
ماي فيف. هصلي الفجر. السلام عليكم، ابديت تاني. الساعه 10:30 وانا المفروض دلوقتي اقعد اذاكر اراجع يعني على الكلمات، وفي امتحان المستر كان مديه لنا المفروض ان انا احله عشان هيتعلم، وانا ما عملتش لسه اي حاجه من دي. الدرس الساعه 1:30 بس انا لازم انزل 12 عشان هقابل صحابي بعد كده هنروح. ف انا طبعا يعني في ظل القوقعه اللي انا قاعده فيها دي، انا مش عارفه انا هطلع من القوقعه دي امتى، بس انا بجد مش قادره اقوم من على السرير ومش قادره اروح المكتب اذاكر عليه، فانا هضطر اذاكر على السرير. جبنا بقى الحاجه وجبت الاقلام وهقعد اذاكر هنا خلاص وهاجي لكم. انتظروني انا مش جايه. شكرا. وايه يا جماعه، بالمناسبه الامتحانات الشهر الجاي الصراحه يعني يا جماعه يعني انا الحمد لله بذاكر وكل حاجه وبذاكر اول باول ومفيش حاجه متراكمه عليا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس انا فكره الامتحانات قربت وفاضل لي سنه وابقى في ثالثه، يعني السنه الجايه خلاص هبقى في ثالثه، ف كمان سنه هبقى في جامعه، فلا يعني اللي هو موضوع اللي هو تحسه كده فتحسوا لا في توتر، في توتر جامد يعني، فاهم؟ استر يا رب. ابديت سريع، الساعه دلوقتي 12 والظهر اتدن، المفروض ان انا البس واصلي الظهر بعد كده البس وانزل. فيعني لكن هنا بقى الحاله مزريه يا جماعه، الحاله مزريه. انا خلصت مذاكره بقالي ساعتين قاعده بذاكر، المفروض ان انا براجع بس قلبت بمذاكره مذاكره يعني. فالحاله مزريه هنا، انا مش فاهمه ايه اللي حصل، ده حصل ازاي انا مش فاهمه. فمفروض ان انا اروق الكلام ده كله واصلي والبس وهاجي تاني. دلوقتي انا هلبس السويت شيرت ده الوايد ليج ده، بيضه وطرحه زيتي. انا لبست outfit today، ولا يا ولد تطلعي تشوفي بعدي؟
قولي اهو. هاي. فنزيتي الأغلى من خلجاتي. أنا خلصت الدرس و ومعايا هنا بسملة. قولي say hi بإيدك. بإيدك هنا. تعالي وضعي إيدك في الكاميرا. ماشي. فقاعدين بنتصور دلوقتي في الشارع معفن جدا بس عادي. تعالوا بكرة ورايا بس. شكرا. بإيديكوا بقى. say hi بقى. قولوا هاي. هاي. انا لسه طالعه البيت الساعه 4 وانا لسه طالعه البيت. ف بالنسبه اول ابديت ان انا سمعت الكلمات كلها وخدت اكسلنت. اوريكم يا جماعه اثبت. لا اوريكم بعدين. و قعدنا حبه محترمين في الدرس. حلينا كتير قوي التشوز بقى وكده. الامتحانات قربت. هاي يا جماعه ده شكل وشي. لسه وانا لسه طالعه دلوقتي حالا. هو الجو شتا بس انا مش فاهمه هي صيفت فجاه كده ليه. بس ما علينا كله تحت السيطره. وبس كده دلوقتي انا هغير واصلي وبعدين هتغدى وهرسم. يعني مش هذاكر دلوقتي الصراحه. هرسم عشان عايزه ارسم. عايزه افسي دماغي. بس اشوفكم لاحقا. اهو يا جماعة سمعته كله وخدت اكسلنت وجبتلك الشيبسي وفوكس عشان مش مقطع. كل الدعم. طيب يا جماعة رجعنا للقوقعة بتاعتنا تاني. فالساعة دلوقتي 7 وانا قررت ان انا مش هرسم ومش هعمل اي حاجة الصراحة. انا هنام هتعشى بعد كده هنام كده. فلوج النهاردة خلص. اشوفكم في فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي تعليق حلو تحت. ولو حابين اعمل الفيديو يعني انواع كتير من الفيديوهات دي ياريت تقولوا لي. بس باي فانزاتي اللي اغلى من خلجاتي.